بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ بإذن الله كويسين. هنتكلم في الفيديو ده عن امتحان الان راوند وازاي تعمل mental state examination. خلينا الاول نتفق ان دي التشيك ليست في الوقت اللي انا بصور فيه، يعني ممكن حاجة تتشال حاجة تتحط، بس ما اعتقدش يعني، بس اخليك في المضمون. ودايما شوف الدكاترة عندك هيقولوا ايه، لو لاحظت ان في حاجة متغيرة غيرها. وحاجة كمان، علشان انا بعت الفيديوهات بتاعتي لسنة رابعة قديم، انتوا هتمتحنوا اوسكي في الفاينل مش هتمتحنوه في الاند راوند، وانا ما عنديش اي فكره التشيك ليست بتاعتكم هتبقى عامله ازاي، بس لو التشيك ليست زيها زي بتاعتنا خلاص اوكي. طيب خلينا نتكلم عن الامتحان. الامتحان عباره عن ايه؟ انت هتخش على بيشنت، الاستيشن مدتها 5 دقايق، هيطلب منك تعمل اكزامينيشن لحاجه من 6، يا اما اكزامينيشن للجنرال ابيرنس، اكزامينيشن للسبيتش، للمود اند افكت، للثينكينج، للكوجنيشن، للبرسبشن، وهكذا. طيب كل ستيشن عليها 4 درجات، يعني انت 4 درجات على الاكزامينيشن اللي انت هتعملها، وفي درجة على ان انت تخش تسلم على العيان وتاخد منه بيرسونال داتا على السريع كده وتسأله على الكومبلينت والاناليسيس. طيب اول حاجة هتعملها لما تخش على البيشنت، ودي اللي عليها درجة، هتسلم عليه: اهلا وسهلا، زي حضرتك، وتعرف بنفسك: انا فلان طالب في الفرقه الرابعه، وما تقولش انا دكتور، قول انا طالب. اوكي، بقابل حضرتك عشان افحصك واطمن عليك، اتشرف باسمك، عندك كام سنه، وتبتدي بقى اكلمه باسمه علشان يبقى فيه رابورت بينك وبينه كده، شغال ايه، ساكن فين، متعلم، حضرتك متزوج، مخلف، بتشرب سجاير كده، خد منه بيرسونال داتا على السريع جدا ما تضيعش فيها وقت. اوكي، طيب تسمح لي اسال حضرتك على كام سؤال متعلق بصحتك النفسيه، زي كده انت بتاخد منه الكونسنت يعني. اوكي، ممكن تكلمني عن المشكله اللي خلتك تيجي تكشف؟ بدات امتى اول مره حضرتك تشتكي منها؟ تسال على الكومبلينت والاناليسيس اللي هي الاونست والكورس والديوريشن. بعد كده بقى هتساله بناء على اللي مطلوب منك تفحصه، يعني انت مثلا داخل على ستيشن اكزامن السينكينج مثلا، او اكزامن المود اند افكت، هتساله الاسئله الخاصه بيها. اوكي، طيب نمشي واحده واحده. انت داخل على اول ستيشن جنرال ابيرنس، هتعمل طبعا ده هتعمله في ده هتعمله في كل ستيشن. اوكي، ده عليه درجه فهتعمله في كل ستيشنز، مش هتعمله في ستيشنز معينه. طيب اول ستيشن جنرال ابيرنس، انت هنا مش هتساله على حاجه مخصصه، يعني بعد ما تخلص تعريف النفس وهكذا مش هتسال بقى على حاجه مخصصه، لا، حاول ترغي معاه بشان الكومبلينت بتاعته، وانت بترغي معاه لاحظ عليه كده الحاجات اللي مطلوب منك تعلق عليها. البيلت بتاعته، هل هو مثلا افريج بيلت، ولا هل هو اوفر ويت او اندر ويت؟ دريسنج، شكل هدومه عامل ازاي؟ هل هي افريج، ولا مثلا زي عيانين المانيا بتكون برايت اند ان ماتشد، او مثلا لو حد ديبريسد قوي يبقى دارك كلوزس؟ هايجين، النظافه الشخصيه هتبان على الوش. لو فيها هالوسيناتوري بيهيفير، هتلاقي مثلا بيكلم حد هو سامع حاجة وبيرد عليها مثلا، ده هالوسيناتوري بيهيفير، أو بيهش حاجة، هو شايف حاجة مثلا وبيحاول يهشها أو يبعد عنها، اسمه ايه ده؟ visual hallucinations. طيب involuntary movement، أي حركات لا إرادية عليه، tremors مثلا وكورية، بس لو انت ما... لو انت اسمه ايه ده؟ مش قادر تحدد ايه كوريا وايه تكس والحاجات دي، ولقيت يعني قول خلاص لقيت انفلانتري موفمنت ووصفها، مثلا دراع بيتحرك، رجل بتتحرك، وهكذا. وال تريمورز طبعا انت هتعرف توصفها وهتعرف تحددها. طيب فيشال اكسبريشنز هتلاحظها، تقول الفيشال اكسبريشنز بتاعته كانت عامله ازاي، هل هو مثلا مبتهج، هل هو حزين، ولا هل هو عادي. والاي تو اي كونتاكت، البيشنت باصص في عينك ولا بيهرب منك ومش عايز يبصلك. سايكوموتور اكتيفيتي، حركته عامله ازاي، هل هو مثلا قاعد مش على بعضه عمال يتنطط. البوستشر، هل هو واخد بوستشر طبيعيه ولا بوستشر غريبه جدا. الجيت، هتطلب منه يتمشى شويه علشان تشوف الجيت. الجيت يا جماعه ممكن تكون بريسك جيت، اللي هي ماشيه سريعه شويه، ممكن تكون سلو جيت، او ممكن تكون نورمال جيت. تمام، مثال على الكومنت اللي انت هتقوله دي انا كاتبه لك يعني، او سرقه من البي دي اف بتاع الدكتوره تقريبا، علشان ايه؟ اعرفك يعني اكزامبلز على الحاجات اللي انت هتعلق عليها. بس تعالى ناخد مثال، وده طبعا بفترض ان انت دخلك بيشنت نورمال. هتقول ايه الكومنت على الجنرال ابيرنس؟ ميل بيشنت او فيميل بيشنت ويز افريج بودي بيلت، فير جرومينج اند سيلف هايجين، جرومينج اللي هو الحلاقه وكده،
ممكن الناس اللي depressed قوي يكون مش بيحلق دقنه، مش بيحلق شنبه، تلاقي ايه والشعر مش مرتب. يعني بص، هو حتى مش شرط يكون بيحلق، المهم ان هو يكون شعره مرتب. مثلا ممكن واحد مش بيحلق دقنه عادي بس دقنه نظيفة، غير واحد مش بيحلق دقنه وسايبها منعكشة كده والدنيا بايظة خالص. نفس الكلام في الشعر، في ناس قصة شعرها وفي ناس مش حلقة شعرها. ايه اللي انا بقوله ده؟ في ناس حلقة شعرها وفي ناس مطولة شعرها عادي بس نظيفة. اوكي، طيب ده فير جرومينج. فير سيلف هايجين برضه نظافة شخصية هتبان عليه. calm facial expressions، هادية. normal clothing، no hallucinatory behavior، no involuntary movement، no catatonic features، no abnormal gait، no abnormal posture. okay تمام. لو ما لقيتش قول no no no، لو لقيت قول لقيت involuntary movement وصفة. طبعا مش هدخلك عيان كاتاتونيك اكيد، يعني ده امتحان. الكاتاتونيا دي ناس بتكون حالة emergency يعني. لو لقيت abnormal gait وصفها، قول ان هي مثلا slow gait، ده واحد مكتئب، brisk gait، ده واحد manic مثلا، no abnormal posture، في الاغلب يعني هتكون كده. اوكي طيب، انت طبعا لو لقيت اي حاجة abnormal بدل، يعني مثلا male patient with above average body weight، اوكي، او overweight، بلاش above average، overweight. اوكي، poor grooming and self hygiene، نظافته الشخصية مش حلوة، وهكذا. sad facial expressions، dark clothes او normal clothes، ممكن يكون لابس هدوم عادية عادي. ال depression في العادي، no hallucinatory behavior، no involuntary movement، وهكذا. اوكي طيب، يبقى في اول station ال general appearance، انت هتحاول ترغي مع العيان، ومن رغيك معاه وانت بترغي معاه يعني هتطلع اللي اسمه ايه ده، هتطلع الحاجات اللي احنا قلنا عليها وتحفظها في دماغك او تكتبها. في دكتورة قالت اننا ينفع نكتب، بس قالت ان ده مضيع للوقت، وانا اتفق معاها ان انت هتاخد الحاجات دي في دماغك. انا شايفه ان هو اسهل بصراحة، بدل ما تقعد تكتب وتضيع وقت علشان الاستيشن 5 دقايق بس. طيب، وطبعا ما تنساش تسلم على المريض وانت قايم، تشرفت بمعرفتك والكلام ده. تاني ستيشن، ممكن يطلب منك تاكزامن اللي هو اكزامن السبيتش، طريقة كلام العيان. spontaneity معناها البيشنت بيتكلم لوحده ولا لما تسأله. اوكي، في بيشنت ممكن انت قاعد كده فجأة تلاقيه هو بيتكلم، وبيشنت لا مش هيتكلم غير لما تسأله. to the point or off the point، يعني انت سألته رد عليك، رد عليك على السؤال اللي انت سألته، ولا off the point رد على حاجة تانية خالص. amount، كمية الكلام اللي بيتكلمها، هل هي average، هل هي talkative، هل هي low amount. ال volume، صوته عامل ايه، صوته عالي، صوته واطي، ولا صوته طبيعي. ال pitch، خد بالك ال pitch دي في الأغلب هتقول average pitch، إلا لو ايه، إلا لو مثلا عيان gender، هتلاقيه مثلا male وبيتكلم ب pitch female، يبقى هتقول ايه، with girly pitch مثلا، او فيميل بتتكلم ببيتش ميل، متخنه صوتها كده، هي حاسه انها ولد فبتخن صوتها، فهتقول ان هي فيميل والبيتش بتاعتها واخده ميل بيتش. اوكي طيب، وممكن شخص ياخد تشايلدش بيتش، يعني يحاول يخلي صوته زي الاطفال، هو مثلا عنده ريكريشن وحاسس ان هو طفل وهكذا، فبيتكلم بصوت شبه الاطفال شويه، بس في البيتش في الاغلب يعني هتكون افريج. طيب السبيد بتاعة الكلام، هل هو بيتكلم بسرعة بالراحة ولا عادي. الرياكشن تايم معناها الوقت اللي هو أخده علشان يرد عليك، هل انت لما سألته رد عليك عادي، ده كده average reaction time، ولا أول ما سألته راح بسرعة رد عليك ومسرع في الكلام، ده fast reaction time، ولا استنى شوية بعدين رد عليك، ده slow reaction time. relevance معناها logic، هل الكلام اللي ال patient بيتكلمه كلام منطقي وانت فاهمه، ممكن يرد عليك يقولك جملة غريبة خالص، كده هيبقى irrelevant speech. full vocabulary معناها هل ال patient fluent، بيتكلم عادي ولا عنده difficulty in finding words، يعني مش عارف يلاقي كلام كويس يرد بيه. اوكي طيب، هنا برضو انت مش هتسأل حاجة مخصصة، تسيب البيشنت يتكلم وتفتح معاه كلام وتسأل أسئلة وتلاحظ بقى من طريقة كلامه عاملة ازاي. دي برضو حاجات انا حاططها لك زي examples كده، قلتها وانا بقول اسمها ايه دي، وانا بقول الايتمز. وتعالوا نشوف مثال على الكومنت. patient speech is on answering questions and to the point. اوكي، patient speech بيرد لما انا اساله، is on answering questions and to the point، بيرد على اللي انا سالته. low amount، بيرد بكميه قليله، مثلا بيرد على قد السؤال قوي. low volume، بيتكلم بصوت واطي. average speech، ده طبيعي طبعا. slow speed، بيتكلم بالراحه. slow reaction time، خد وقت على ما يرد. relevant and fluent، relevant يعني هو بيتكلم كلام منطقي.
فلوينت بيتكلم عادي يعني، انما مش عنده صعوبة في ايجاد الكلمات. وخد بالك ما تلخبطش ما بين صعوبة في ايجاد الكلمات وان هو يكون مثلا slow speed او slow reaction time. العيان ده مثلا ممكن يكون ايه، عيان depressed، عيان الdepression، لما تكلمه هو هيرد عليك عادي، مش هيتكلم لوحده، مش spontaneous and to the point، وهيرد عليك عادي. بس ممكن تلاقيه مثلا low amount، بيرد على قد السؤال، low volume، صوت واطي، slow speed، slow reaction time، depression يعني. في المانيا بقى ممكن تلاقي البيشنت ايه، في المانيا ممكن تقول patient speech is spontaneous and off the point، مثلا بيرد على حاجة تانية خالص، high amount أو talkative، high volume، average speech، fast speed، very fast reaction time، ممكن يكون relevant أو irrelevant و fluent. المانيا في الأغلب هيكون fluent. أوكي طيب، دي station speech. station سهلة جدا. أوكي يبقى أول اتنين stations أنت مش هتسأله حاجة مخصصة، مش هتسأله حاجة خاصة، أنت لأ هتحاول تتكلم معاه عن ال complaint بتاعته. أوكي وبناء على كلامك معاه هتلاحظ بقى حاجات في الجنرال ابيرنس عليه او حاجات في طريقة كلامه. اوكي طيب نخش على تالت ستيشن وهي المود اند افكت، ودي طبعا بعد ما تسلم عليه هتبتدي بقى تسأله اسئلة مخصصة، يعني لما تاخد منه الكومبلينت خدها ككلمة كده، وبعد كده ابتدي بقى اسأله اسئلة متخصصة ليها علاقة بالمود. ايه اللي هنسأله عن المود؟ التايب، نوع المود. خد بالك في مود اند افكت. ممكن الاكزامينر يسالك ايه الفرق ما بين المود والافكت، هتقول له المود دي الحاجه اللي البيشنت بيحسها، الافكت دي الحاجه اللي بتظهر عليه وانا بشوفها. طيب ايه هنا خاص بالمود؟ التايب، الباقي خاص بالافكت. طيب type of mood، انت هتسال البيشنت about type of mood. عندك مثلا euphoric، elated، exhilarated، دول هيكونوا في الاغلب عيانين المانيا. anxious، حد عنده anxiety، anxious irritable، sad، depressed، blunt، دول في الاغلب برضو بيكونوا عيانين الدبريشن. اوكي طيب اللي اسمه ايه، الصور دي انا واخدها من PDF دكتورة ضحى اللي هي نزلته لنا في المراجعة، بصراحة هي عملت شغل جامد وحطت اسئلة ووفرت عليا ان انا اقعد الف اسئلة. اوكي مثلا يفرق، هل كنت تحس ان مزاجك كويس قوي او حتى لو الظروف متغيره حواليك بدون سبب واضح؟ وخد بالك تساله معظم ايام الاسبوع او معظم ساعات اليوم في الفتره اللي فاتت اللي هي تكون في الاسبوعين اللي فاتوا. اوكي لان مثلا بيشنت ممكن يكون هو مكتئب مثلا بقاله فتره طويله، بس النهارده حصلت حاجه بسطته مثلا، فيقول لك ده انا كنت مبسوط وهكذا، فانت تخش بقى ان هو مود يفوريك، بينما ان هو لا ده كان حدث عابر كده، فانت هتركز على ان هو الاسبوعين اللي فاتوا معظم ايام الاسبوع معظم ساعات اليوم. اوكي تسأل بقى على كل ايتم. اوكي طيب وانت لو لقيت مثلا اول حاجه، يعني لو لقيت ان هو البيشنت مثلا كان يوفوريك وليتد اكزليتد، وانت بتسال بعد كده بقى على انكزايتي والاريتابل، ما تقولش بقى معظم ايام الاسبوع معظم ساعات اليوم، قول حسيت في النص كده تمام، او قولها عادي مش هتفرق. اوكي طيب هتسال على التايب اوف مود، وفي الاخر اللي البيشنت هيقرره، يعني لو من رد البيشنت ان هو كان يوفوريك هتقول اوكي البيشنت از يوفوريك تمام. طيب بعد كده بقى quantity و quantity of affect، الباقي ده كله ليه علاقة بالaffect يعني. quantity إما بتكون constricted، أنا كاتب لكم هنا أهو، إما بتكون constricted أو expanded. يعني إيه quantity؟ كمية الأفكت، هي كمية المشاعر اللي بتظهر على البيشنت. constricted معناها هو بيظهر مشاعر قليلة، بس بيظهر مشاعر. expanded معناها بيظهر مشاعر كتيرة. أوكي طيب quality هي ال appropriateness، هل ال affect بتاعه appropriate لل situation؟ يعني مثلا هو بيحكي لك عن موقف حزين، هو موقف حزين، ال affect بتاعه بقى اللي ظهر عليه حزين فعلا، لو حزين برضو متماشي مع الموقف كده يبقى appropriate to the situation، لو هو بيحكي حاجة حزينة وتلاقيه بيضحك يبقى ال affect inappropriate. okay stable، هل هو stable طول فترة الانترفيو، يعني showing نفس المشاعر اللي ظهر عليه هي هيها طول فترة الانترفيو ولا بتتغير؟ يعني مثلا patient بيكلمك وهو زعلان دقيقة كده لقيته فرحان، اوكي كده ال affect unstable اتغير. بعد كده هتسأله على social and motor effect، وهتسأله على physiological related symptoms، وهوريكو ازاي، هوريكو برضو اتعلق عليها ازاي. هقول لك حاجة، انت هنا لما تسأل البيشنت عن الـ type of mood
في بقى حاجات مثلا زي الاستابيليتي والكواليتي والكوانتيتي والحاجات دي. هو هنا بيقول لك assess by ان انت بتسأل open ended question، ولكن طبعا انت الامتحان بتاعك 5 دقايق، يعني انت مثلا ابتديت تسأله عن التايب، مش بعد ما تسأله عن التايب هتقوم سأله open ended question زي ما عملت في السبيتش وفي الجنرال وفي الجنرال appearance علشان تلاحظ بقى الاستابيليتي والكواليتي والحاجات دي. لأ، انت بناء على كلامك معاه عن المود مثلا، او كلامك معاه عن الحاجات اللي جايه، الموتور بيهيفير، السوشيال بيهيفير، الفسيولوجيكال بيهيفير، هتطلع منها الاستابيليتي وهتطلع الكوانتيتي. اوكي، طيب السوشيال بيهيفير هتسأله كنت بتلاقي نفسك بتقوم بنفس الاعمال اليوميه اللي انت بتقوم عليها عادي، ولا حصل تغيير مثلا، بتحب ان انت تقعد لوحدك. اوكي، طيب الموتور بيهيفير حركتك كتيرة، تحس ان انت مش عارف تقعد على بعضك، ولا تلاقي العكس مش قادر تتحرك خالص، ولا انت مثلا نورمال. ما تسألوش هو نورمال، هو يقولك لا عادي، ما كنتش حاجة من دي ولا دي، فانت هتكتب average. طيب فيسيولوجيك بيهيفير هتسأله على الاكل والنوم، هل كان في لخبطة في الاكل، في لخبطة في النوم. وفي النوم هتسأل لو هو قالك ان هو بيعاني صعوبة من النوم، هتسأل على هي تيرمينال ولا انيشال انزوميا. تيرمينال انزوميا معناها ايه؟ معناها ان هو بينام عادي بس تلاقيه مثلا صاحي الفجر او صاحي الساعة 2 وما قدرش يكمل نوم. انيشال معناها ان هو difficulty in starting sleep. اوكي، وفي الاغلب التيرمينال انزوميا دي بتكون في الدبريشن اكتئاب، والانيشال انزوميا بتكون في الانكزايتي. اوكي، وممكن البيشنت يكون عنده انزوميا with frequent awakening، يعني ينام كل شوية يصحى يقول لك ايه مش عارف انام ساعتين على بعضهم. طيب هتحط بقى كومنت ازاي؟ مثلا patient mood is sad and depressed. انا مدي لك مثال، لو ال patient mood normal اسمها euthymic. اوكي، euthymic، فاكرين لما قلت لكم dysthymia معناها persistent depressive disorder باكتئاب؟ euthymic او euthymia ده معناها المود العادي اللي هو زيي وزيك، حد ولا فرحان قوي ولا زعلان قوي، حد طبيعي عادي. اوكي، ده اسمه euthymic، اكتبها. طيب انا بديك مثال على الكومنت، يعني مثلا جالك patient depressed، هتقول patient mood is sad and depressed، وطبعا اللي انت لاحظته. اوكي، affect is sad and depressed، constricted، اوكي، stable through the interview، ما تغيرش، congruent with the mood، دي مهمة، congruent with the mood، يعني هو وصف لك المود بان هو depressed، ال patient قال لك انا depressed وزعلان، هل اللي ظاهر عليه وتعابير وشه وكده متماشية مع اللي هو قاله ولا عكسه؟ لو عكسه هتقول incongruent with the mood. okay appropriate to the situation ولا inappropriate، يعني هو بيحكي لك موقف حزين وبيضحك، ولا بيحكي لك موقف مضحك وزعلان، ولا متماشي معاه appropriate. okay طيب هتيجي بقى على الكومنت بتاع السوشيال بيهيفير والموتور افكت والفيسيولوجيك سيمتومز، هتقول ايه مثلا؟ patient prefers isolation less interaction with others below average psychomotor activity، معناها ان هو ايه؟ فاكر لما هنا كنت بتسأله كان نفسك حركتك كتيرة ولا مش قادر تتحرك خالص وتعبان من أقل مجهود، هو بقى قالك عشان depressed، قالك خلاص لا مش قادر أتحرك وبتعب من أي حاجة وبنام دايما في السرير وهكذا، below average psychomotor activity. طيب لو average هتقول ال patient عنده average social activity. اوكي، و average psychomotor activity مفيش حاجة اتغيرت. يعني ال patient لو قالك إن هو بينام قليل مثلا، قول below average speed sleep about 4 hours with terminal insomnia and frequent nightmares، بيجي له كوابيس. اسأل ال patient برضو على ال nightmares. طيب لو ال patient قالك لا انا بنام عادي، هتقول average sleep about not hours، اللي هو يقوله لك مثلا بنام 7 ساعات، بنام 8 ساعات، ده عادي، فانت هتقول average sleep about 7 hours مثلا. okay with no insomnia no nightmares no frequent awakening. okay بعد كده patient has decreased appetite، ده الاكل، انت هتسأله على الاكل، شهيتك كانت متغيره الفتره اللي فاتت وهكذا. لو شهيته قال لك لا عاديه، ممكن يقول لك انها زادت، هتقول increased appetite decreased appetite average appetite او normal appetite. اوكي، اللي انت هتلاحظه على البيشنت اكتبه، انا هنا كاتب لك مثال على الكومنت، الصيغه اللي انت تقولها. اوكي، وانت طبعا الفايندنج اللي انت تلاقيها على البيشنت الزقها. طيب نخش على الستيشن اللي بعد كده، السينكينج. في السينجينج هتسأل على ايه؟ على الستريم اند فورم، الكونتنت بتاع السينجينج، هل هو مثلا عنده بري اوكيوبيشن او اوفر فاليود ايدياز اوبزيشنز او فوبيا،
هتسأل برضو على الديلوجنز او الاوبجيشنز. الاوبجيشنز كررها تاني عادي يعني. وفي الديلوجنز هتسأل على التايب والفريكونسي والرياكشن. طيب وكنترول، هل البيشنت بيتحكم في افكاره وهكذا ولا لا. وبرضو الصورة دي من بي دي اف دكتور ضحى، كتر خيرها جدا والله. الستريم اللي هو زي ايه، زي حبل الافكار كده، هل مثلا هو average stream normal عادي، ولا مثلا بيحصل له flight of ideas، معناها الافكار بتيجي في دماغه بسرعة وبتمشي بسرعة. اوكي طيب، ولا مثلا ممكن يكون بيحصل له حاجة اسمها صوت بلوك، يعني يكون بيفكر عادي فجأة يقف بلوك كده في الافكار. طيب الفورم، شكل السبيتش هو عامل ازاي، هل هو normal average ما فيهوش مشكلة، ولا هل هو مثلا فيه loosening of associations، يعني بيقول حاجات مش متناسقة مع بعض. tangentiality، tangentiality دي معناها ايه، معناها ان انت سألته سؤال مثلا وهو رد عليك برد قريب من الحاجة بس ما ردش عليك. يعني مثلا ايه، الدكتورة كانت ادتنا مثال، لو انت سألت البيشنت الكرسي ده لونه ايه، فهو قال لك ده كرسي عنده 4 رجول وبنستخدمه علشان نقعد عليه وهكذا، وقعد يوصف لك في الكرسي بس ما ردش على سؤالك. اوكي ده كده tangentiality، كلم كلام قريب بس ما ردش على سؤالك. circumstantiality اللي هو رد على سؤالك بس بعد لف. يعني ايه، يعني انت مثلا سألته لون الكرسي ده ايه، قال لك الكرسي ده عنده 4 رجول وبنستخدمه علشان نقعد عليه ولونه اخضر. اوكي ده circumstantiality. اللوجيكال ثينكينج، حد بيفكر بلا منطقية، وده هيبان عليه. loosening of associations يعني التفكير بتاعه مش مترابط مع بعضه خالص و doesn't make any sense. طيب ال content، هتسأل على ال preoccupation، الأفكار اللي كانت شاغلة بالك اليومين دول بتفكر فيها أكتر من المعتاد. مثلا عن depression، هيقولك أنا حاسس بالندم والله، حاسس بفقدان الأمل وهكذا، أو قلقان بسبب حاجة معينة، ده anxiety مثلا. اوكي overvalued ideas، الفكرة دي بقى اللي هي كانت preoccupied، هتسأله مأثرة عليك، بتخليك حزين أو مبسوط أكتر من المعتاد لو أنت مش متأكد من حقيقتها. اوكي اللي ممكن يكون overvalued ideas، persecutory ideas، okay، ال paranoids وهكذا. وعلى فكرة ال preoccupation بتبتدي preoccupation، فكرة شغلة باله، بعد كده بتتحول ل overvalued، بعد كده ممكن تتحول ل delusion أو تتحول إلى obsession. okay طيب delusion، هتسأل بقى على كل نوع delusion، هتسأل على persecutory delusions، grandiosity، passive delusions أو delusions of control، إن في حد بيتحكم فيه، delusion of reference إن الناس قصده وبتتكلم عنه. تسأل مثلا persecutory delusions، بتحس إن الناس القريبة منك أو حتى حد متعرفوش يكون عايز يأذيك أو مدبر لك حاجة تضرك مثلا. أوكي بتسأل على delusion، قال لك لأ خلاص خش على بعده، delusion of grandiosity. طيب لو قال لك أه، هتسأل بقى الأسئلة اللي انت هتسألها عن ايه، ال delusion، ال type وال frequency وال reaction. طب type سألته، هتسأل بقى على ال frequency وال reaction. اوكي طيب بتكون متأكد من الفكرة دي الأول علشان تتأكد انها delusion، لو قالك لأ مش متأكد دي ما تكونش delusions، لأن ال delusion هو false fixed belief، لازم يكون متأكد. طب حاولت تتصرف في الموضوع، يعني عملت ايه مثلا، مش شرط علشان تحمي نفسك منهم، عشان تحمي نفسك منهم ده لو persecutory delusions. grandiosity تسأله عملت ايه في الموضوع او حسيت بيه وهكذا، اتصرفت ازاي كده يعني. اوكي طيب كل الدلوجن هتسأل عليه، وبعد ما تخلص سؤال على الدلوجن لو قالك ان هو اه موجود، هتسأل بقى على هتسأل على الفريكونسي بيجيلك قد ايه، والرياكشن حاولت تتصرف ازاي نتيجة للأفكار دي. اوكي طيب خلينا في الاوبزيشنز. اوبزيشنز الفكرة مثلا عمالة تتكرر في دماغك بشكل مش مريح ومش قادر تتخلص منها، خد بالك انا هنا كتبت ت بدل الالف، الفكرة عمالة تتكرر في دماغك بشكل مريح ومش قادر تتخلص منها بشكل مش مريح، ده كده اوبزيشنز. لو قال لك اه يبقى كده اوكي اوبزيشنز. طيب هتسأل على الصوت كنترول، بتتحكم في افكارك ولا لا، حاسس ان افكارك مش تحت سيطرتك، حد بيتحكم فيها، حد بيقرأ افكارك، حد بيسرق افكارك، حاسس ان افكارك بتتذاع على التلفزيون او على الفيسبوك وهكذا. اوكي طيب formal thought disorder ده انا كاتبه لك ولا كاتبه لك ليه. طيب انت عملت examination للthinking، بعد كده بقى هتقول الكومنت بتاعك انا فين. اوكي
patient sinking is of average stream with no formal thought disorder. ده معناها ان البيشنت ايه طبيعي خالص. ايه بقى with no formal thought disorder؟ دي معناها no circumstantiality no tangentiality، يعني بيتكلم وبيرد عليك عادي. no illogical thinking، okay no formal thought disorder. يجي بقى ال examiner يسألك ايه formal thought disorder ده، يعني في دكتور قال لي ان هم بيحبوا يسألوا السؤال ده. when someone has a trouble creating a logical sentence، الواحد مش قادر يعمل جملة منطقية، يعني عنده مشكلة في thinking. as of tangentiality illogical thinking circumstantiality او thinking of the point وهكذا. اوكي يا شباب معلش بقى. patient thinking is of average stream with no formal thought disorder. patient is preoccupied by guilt مثلا with no overvalued ideas، ما عندوش حاجة overvalued، هي preoccupied بس ما وصلتش ال overvalued. no objections or phobia، هتسأل على الفوبيا. معلش لو انا نسيت اكتبها هنا، اكتبها هنا. هتسأل على الفوبيا ازاي؟ حاسس ان انت بتخاف من حاجة قوي بشكل غير مبرر كده يعني. اوكي وتديله امثلة مثلا بتخاف من المرتفعات، بتخاف من الضلمة، بتخاف من الحشرات كده يعني. اوكي طيب no thought control disorder and no delusion. طيب انا عرفت منين؟ ما انا سالته no thought control disorder لما سالته كده في الثought control قال لي لا مفيش من كده. طب ال delusions لما سالته قال لي لا مفيش delusions برضه. اوكي طيب مثال تاني لحد عنده مشكله. patient thinking is of abnormal stream in the form of flight of ideas. اوكي مش احنا واحنا بنتكلم على ال stream. اوكي ممكن يكون نورمال عادي average او في abnormality زي flight of ideas thought block وهكذا. اوكي patient thinking is of abnormal stream in the form of flight of ideas. انت لو لاحظت في مشكله هتقول abnormal stream in the form of كذا. طيب هنا كنت بتقول no formal thought disorder. طيب لو انت لاحظت عنده هتقول له بقى لقيت ايه؟ مش هتقول له لقيت formal thought disorder، هتقول له لقيت abnormal thinking in the form of circumstantiality. يعني بص لاحظ ال patient ده كان بيعمل ايه؟ كان عنده flight of ideas، الافكار عماله عنده كتيره جدا، و circumstantiality رغاي رد عليك على السؤال بس بعد ما قعد يحكي لك حاجات كتيره. patient is preoccupied with superiority، اللي مالي دماغه ان هو superior على الناس. وانت بتسأله لقيت delusion of grandiosity delusion of reference no oppositions no thought control disorder. ده عيان مانيا مثلا bipolar. اوكي bipolar تلاقي عنده flight of ideas abnormal thinking form of circumstantiality رغاية كتيرة preoccupied with superiority وعنده grandeur delusions. دي برضو بتحصل في bipolar في المانيك episode. طيب و delusion of reference حاسس الناس بتتكلم عنه مثلا. مش شرط ال delusion of reference يكون ايه، يكون هو بيتشتم مثلا او الناس مستقصده في الكلام الوحش وهكذا، لا ممكن يكون ايه ان هو reference بقى في الحاجات الكويسه عشان هو superior وكده يعني. طيب هو ما عندوش obsessions لان ال obsessions بتكون حاجه مضايقاه، هو هنا الموضوع delusion مش مضايقه. and no thought control disorder. طيب لو لقيت thought control disorder هتقول والله with thought control disorder in the form of thought insertion او thought reading او thought withdrawal او broadcasting. اوكي طيب معلش هنا برضو زود في الاسئله. خلاص انا كتبها، حد بيقرا افكارك طلعت كتبها. طيب الستيشن اللي بعد كده perception with station سهله جدا، يعني ادعي انها تجيلك، لو دخلتها هتقفلها. هتسأله على illusions pseudo hallucinations. illusion ممكن تشوف illusions يا جماعة اللي هي misinterpretation of normal perception، يعني انت مثلا في حبل انت شفته على اساس ان هو تعبان. اوكي ده illusion misinterpretation، انت ترجمت غلط. hallucinations بقى لا، اللي هو انت بيحصل لك perception without sensory stimuli، يعني انت مثلا لا انت شفت تعبان من غير ما يكون في حاجة اصلا. اوكي ده الفرق ما بين الالوجن والهالوسينيشنز. فانت هتسال على الالوجن، ممكن تشوف حاجه مش بوضوح او تشوف حاجه غير حقيقتها، تشوف سلك على الحيطه تتخيل انه تعبان، تتخيل انه بورس كده مثلا. هتسال على الهالوسينيشنز. اوكي هتسال الاول على السودو هالوسينيشنز. اوكي والفرق ما بين السودو هالوسينيشنز والهالوسينيشنز ان في السودو هالوسينيشنز البيشنت بيكون عارف ان الاصوات دي او الحاجات اللي هو شايفها product of his own mind and under his own control ويقدر يتحكم فيها induce or stop it. ده كده pseudo hallucination. يبقى هتسأله اوكي قادر تتحكم فيها
عارف الأصوات دي مصدرها إيه، يقول لك أه عارف دي من دماغي وأنا أقدر أتحكم فيها وهكذا. وما لكش تقدر تتحكم فيها، تقدر توقفها. لو قال لك أه يبقى ده سودو هالوسينيشنز، لو قال لك لأ أنا مش عارف دي جاية منين ولا إيه ده، يبقى ده هالوسينيشنز. تمام. طيب هتسأل بقى على الهلوسينيشنز ذات نفسها. طيب هل هي فيجوال اوديتوري اولفاكتوري جزاتوري تاكتايل، وهتسأل على كله. اوكي، يعني هتسأل بتشوف حاجة محدش شايفها غيرك، بتسمع حاجة، بتشم حاجة، بتدوق حاجة، بتحس ان في حاجة بتمشي عليك. اوكي. طيب الفيجوال والاوديتوري انتوا عارفينهم، اديكم مثال بسيط مثلا على الاولفاكتوري والجزاتوري. الاولفاكتوري هالوسينيشنز هي مش حاجة شائعة قوي، وهي حاجة ممكن تكون بتحصل بشكل يعتبر نورمال لانها مرتبطة بالليمبك سيستم والمشاعر بشكل نورمال وكده، بس ده مش موضوعنا. بس ممكن الاولفاكتوري هالوسينيشنز ناس تكون بتشم ريحة حريقة مثلا، ناس تكون بتشم ريحة غاز كده. اوكي. جاستاتوري، في دكتور قال لنا ان هو الناس بتقول ان هما ضايقين طعم السم، يقول لك انا اسمه ايه ده، حطولي سم في الاكل وانا ضايقه، جاستاتوري هالوسينيشنز، وهو السم اصلا ملوش طعم. طيب تاكتايل، حاسس ان حاجه بتمشي عليه وهكذا. طيب قال لك بقى ان في هالوسينيشنز فعلا، اي حاجه هتقوم سائل عليها، هتقوم سائل على الكونتنت والفريكوانسي والرياكشن تو ذا هالوسينيشنز. يعني قال لك اه شايف حاجه، شايف ايه ده كونتنت، كام مره بتتكرر وكده، دي فريكوانسي. رياكشن، طب انت اتصرفت ازاي نتيجه للي انت شايفه ده. ونفس الكلام على كل حاجه لو قال لك انها بوزيتيف. اوكي. طيب يلا بينا على الكومنت. ده بيشنت نورمال خالص ومش هيجي لك، يعني هو مش هيجيب لك اسس البرسبشن ويجيب لك بيشنت نورمال، وممكن يجيب لك برضه يعني هو براحته. No perceptual abnormality, no illusion, no pseudo hallucinations or hallucinations. طيب الشخص اللي مش طبيعي بقى ايه؟ patient has perceptual abnormality in the form of auditory hallucinations. اوكي. طيب اي hallucinations تلاقيها قولها، عندك auditory قول auditory، عندك visual قول visual. طب احنا وصفنا ال hallucinations، اوصف بقى ال content with threatening مثلا او imperative content. threatening يعني تهديد، imperative يعني بيؤمر، صوت بيؤمره، هنا صوت بيهدده، خلينا نمشي انها صوت بيهدده. with threatening content، طب بيهدده، بيهدده بايه؟ threatening to kill him، حد بيهدده ان هو هيقتله. اوكي. طيب الرياكشن للهلوسينيشنز بقى ايه؟ هلوسينيشنز وير ديستريسنج، عامله ستريس للبيشنت، occurred with great frequency over prolonged period، كانت بتحصل كتير ولفتره طويله. took control of behavior، اتحكمت في البيهيفير بتاعه مثلا، causing social isolation and fear. يعني هو الحد هو سامع ان في حد ان هو بيهدد، حد بيهدد ان هو هيقتله، فنتيجه كده بقى social isolation، مش عايز يشوف الناس، خايف لا يتقتل، and fear. اوكي. طيب انت لو لقيت اي hallucinations قولها ووصفها بالشكل ده، قول hallucinations دي كانت عبارة عن ايه. لو مثلا hallucinations visual، قول ان هو كان شايف الشيء الفلاني. اوكي. والرياكشن ليه كانت ايه، وبيشوفه كام مرة، الفريكونسي بتاعته وهكذا. اوكي. طيب ستيشن سهلة جدا البرسبشن وبسيطة خالص. معلش اخر ستيشن دي تقريبا الكوجنتيف فانكشنز، برضو ستيشن سهله جدا. هتساله على ايه؟ على الكونشسنس. طبعا البيشنت از كونشس، مش هيدخلك الامتحان تمتحن على واحد عنده كوما، اكيد لا طبعا. فدايما هيكون البيشنت از كونشس واورينتد وهكذا. اوكي. اورينتد طبعا تو تايم بليس اند بيرسون. الميموري مش شرط تكون نورمال، يعني ممكن يدخلك بيشنت عنده مشكله في الميموري، لكن الديسبراكسيا والديسفيزيا اللي هي المشكله في الكلام، صعب جدا اصلا يلاقي لك بيشنت عنده ديسفازيا، او صعب يدخله لك، لان اللي بيكون عنده ديسفازيا ده، ديسفازيا بيكون عنده مشكله في الكلام، انت هتتكلم معاه مش هيفهمك، او هيفهمك ومش هيعرف يتكلم. بصوا ريسبتيف افيزيا معناها ان هو بيسمع كلام مش فاهمه، مش بيفهم حاجه، وده في الاغلب بيكون لو حاجه فيزيكال، يعني بيكون ليجن في الفيرنكس اريا، بس سيبك يعني ده كلام نيورو. والاكسبريسيف بيكون ليجن في البروكاس اريا، هو فاهم الكلام بس مش عارف يرد. اعتقد يعني ان هو صعب يدخل لك بيشنت عنده ديسفازيا. بس ديسبراكسيا هي صعوبه في الكلام، عنده مشكله في الكلام، بيتكلم بالراحه، بيعاني صعوبه في ايجاد الكلمات وهكذا، وفي الاغلب برضه هيكون بيشنت نورمال. بس ده مش معناه ان هو مش ممكن يدخلك بيشنت عنده مشكله في الكلام، لا عادي ممكن. والابستراكشن، هقول لك الابستراكشن دلوقتي. اوكي. طيب ايه الميموري واللانجوج فلوينسي وهكذا؟
consciousness طبعا ال patient هيكون conscious. orientation هتسأله عشان اشوف مدى تركيزك، النهارده يوم ايه في الاسبوع، يوم كام في الشهر، شهر ايه، سنة كام، احنا شتاء ولا صيف، انهي فصل من فصول السنة. وخد بالك احنا في الخريف، اوكي؟ فلو ال patient قالك احنا في الشتاء عادي، يعني البيشنت ممكن يكون ما يعرفش يعني ايه خريف اصلا، ممكن البيشنت كل معلوماته صيفه وشتاء، فلو قالك احنا في الشتاء خلاص اوكي صدقه عادي، مش لازم يعني تقول ان هو عنده مشكله، لا هو كده عارف، بس دي حدود علمه، يعني هو ما عندوش علم قوي بحاجه اسمها خريف وكده، الدنيا بالنسبه له يا صيف يا شتاء. طيب ايه المكان اللي احنا فيه ده، يعني مبنى ايه، الدور الكام، هكذا. ده هتشوف الاورينتيشن في الاغلب طبعا هيكون بيجنت اورينتد. طيب الاتنشن اند كونسنتريشن، اقول لك مجموعه ارقام عايزك تكررها ورايا، اقول له الارقام دي ويكررها وراك، اوكي؟ بعد كده هقول لك ثلاث ارقام وعايزك تقولهم بعدي بس بالعكس، يعني مثلا لو قلت لك 1 2 3 تكرر ورايا 3 2 1، وبعد كده تقول له ايه 7 4 9، هو المفروض يقوم قايل لك 9 4 7، اوكي؟ كده البيشنت اتنشن معاك وكونسنتريتد معاك، اوكي؟ ممكن بقى تسأله على ان هو يسبل بعض الكلمات، بس طبعا ايه according to his educational level، يعني ما يكونش عيان على قده مش متعلم قوي، وتقول له هقول لك كلمة وتقول لي مثلا بتتكتب ازاي، او تقول له الحروف بتاعتها وكده، يعني لا سيبك خليك دايما في حوار الارقام ده. واه في حاجة مضحكة جدا كده، اللي هو ايه، تخليه يطرح 7 من 100، اوكي؟ طبعا الناس اللي بتتفرج على انمي اتفرجت على طوكيو غول، حوار اطرح 7 من 1000 ده هيخليهم يضحكوا شوية، بس ما علينا. طيب الميموري بقى هتسأله recent memory، هتقول له مثلا من خليك في 3 أسامي، 3 حاجات تقولها له، قول له مثلا ايه شجرة تفاحة بطيخ، اوكي؟ وقول له قول كده الكلمات ورايا، يقوم قايل لك شجرة تفاحة بطيخ، قول له طيب بعد 5 دقايق انا هسألك عن الكلمات دي تاني، خلي بالك ركز علشان هسألك فيهم تعرفوا اهميتهم، اوكي؟ وبعد 5 دقايق ترجع تسأله فعلا تشوف افتكرهم ولا لا، انت كده بتعمل assessment للميموري، اوكي يا شباب؟ والريموت ميموري بقى الميموري البعيدة، تسأل على مثلا اول رئيس لمصر، بس مش لازم اول رئيس لمصر، ممكن يكون مش عارفه عادي، تسأله ايه حرب اكتوبر كانت سنة كام مثلا، دي حاجة ريموت ميموري، اي حاجة تاريخية، اوكي؟ طيب ولو مثلا هو مهتم بالكورة مثلا، اسأله ده في حالة ان انت برضو مهتم بالكورة وتعرف تسأله، انا لو كنت مهتم بالكورة مش هعرف اسأله حاجة، ما علينا. المهم حاول تسأله على شخص مشهور، تاريخ حرب مشهور وهكذا، اوكي؟ طيب عشان تعرف يعني الريموت ميموري. لو متجوز يا سيدي اسأله عيد جوازك قد ايه، لو مراته قاعدة جنبه هيفتكر على طول طبعا. طيب judgment and abstraction، ال judgment ده اللي هو هتتصرف ازاي في الامور، هو كتب لك instruction ال judgment، هتقول له هسأل حضرتك على بعض المواقف، ولو اتحطيت فيها هتتصرف ازاي، لو لقيت شنطة فيها كروت او بطاقة هتتصرف ازاي، المفروض ان هو يقول لك ايه مثلا، هبلغ، هوديهم الاسم مثلا، حاجة زي كده، اوكي؟ ما يقولكش هاخدهم وامشي، او هيقولك مش هعمل حاجة معرفش كده، ده مثلا poor judgment. طيب لو لقيت شنطة حد متقدي قلناها كده، لو دخلت شقتك لقيت المية مغرقة الدنيا هتعمل ايه، المفروض هو يقول لك مثلا هقفل الحنفية، المية مغرقة الدنيا، بس احدد يعني ان هو الحنفية مفتوحة والمية مغرقة الدنيا عشان يقول لك هقفل الحنفية. طيب والابستراكشن ده هتقول له مثل شعبي، تشوف هل هو بيفهم بشكل حرفي ولا بيفهم بشكل يعني بيفهم المعنى المطلوب من المثل، اوكي؟ حضرتك ليك في الامثال الشعبيه، اسال حضرتك كم مثل شعبي، يقول لي بنستخدمه لما نبقى عايزين نوصف ايه مثلا، وهتقول له 3 امثال، او تقول له مثلا قول لي الشبه ما بين الطياره والعصفوره، يقول لك ان الاثنين بيطيروا والاثنين عندهم جناحات كده يعني، اوكي؟ او تقول له الشبه ما بين القطر والعربيه، الاثنين بيمشوا على الارض وهكذا، والاثنين بينقلوا ركاب وكده يعني، تمام؟ طيب دي بعض أمثلة شعبية أنا كاتبها لكم، اللي بيته من الإزاز ما يحدفش الناس بالطوب، ضرب الحبيب زي الزليبيب، على قد لحافك مد رجليك، حبيبك يبلع لك الزلط، اللي يخاف من العفريت يطلع له، وداني البحر ورجعني عطشان، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على قفاه، وباب النجار مخلع، باب النجار مخلع كده زيك بتدرس سايكايتري ومكتئب، روح ذاكر الدبريشن علشان تعالج الاكتئاب بتاعك.
مثال بقى على الكومنت. اوكي، patient is conscious, alert and oriented to time, place and person. اوكي، ده دايما هجيب لك patient كده، يعني صعب يجيب لك patient مغمى عليه. with intact recent delayed and remote memory، ممكن يكون في الميموري مش كويسة. اوكي، with fair attention and concentration، ممكن تقول poor attention and concentration. fluent in language with no dyspraxia or dysphasia with fair abstraction and fair judgment. وده الكومنت اللي هيجيبه لك اغلب البيشنت، وده طبعا مش معناه ان هو ممكن يجيب لك بيشنت في مشكلة. عادي هتقول مثلا poor abstraction, poor judgment، عنده dyspraxia يعني صعوبة في الكلام، عنده مشكلة في ال intact، عنده مشكلة في ال recent memory. لا مش لدرجة recent memory، تقول عنده مشكلة في ال delayed memory مثلا أو في ال remote memory. وال remote memory علشان تتأكد يعني إن هو عنده مشكلة فيها، مش شرط تسأله على تاريخ حروب أو تاريخ ناس مشهورة وكده، ممكن يكون ما يعرفش عادي، اسأله عن حاجات في حياته. أوكي، اتخرجت سنة كام مثلا كده، دي remote memory بالنسبة له المفروض يكون فاكرها. أوكي طيب، بس كده يا شباب احنا خلصنا. بإذن الله الامتحان يكون سهل جدا جدا جدا، وانا عامل الجروب بتاع التليجرام ده، لو حد عنده اي استفسار يبعتلي، الا طبعا لو حد من الراوندات الجاية وبيسمع الفيديو ده ساعة الاند راوند، ليلة الاند راوند، فانا ساعتها برضه هكون اند راوند. يعني مثلا ممكن اكون انا اند راوند جراحة، اند راوند اطفال، حاجة زي كده. فيا ريت نسأل بدري شويتين تلاتة. اوكي بس يا شباب كده، والى اللقاء.